السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم معنا في قناتكم قناة تعيار دي زاد. اليوم راح نشوفو تحليل جديد اللي هو تحليل البول. هذا التحليل يعتبر مرآة للجسم، صافي يعكسنا الحالة اللي راهو فيها الجسم تاعنا، وبزاف اللي يستخفوا بهذا التحليل وهو عنده أهمية كبيرة خاصة هنا في الجزائر. التحليل هذا في العالم كامل يقسموه على ثلاث أقسام، كاين مايكروسكوبيك اكزامينيشن هنايا في المايكروسكوبيك هذا نشوفوا الخواص الفيزيائية للبول كما اللون، الرائحة، العكارة. والجزء الثاني اللي هو كيميكال اكزامينيشن، هذا نشوفوا فيه المركبات الكيميائية اللي داخلة في البول. هنايا كما قلنا الخواص الفيزيائية للبول، وهنايا المركبات الكيميائية للبول، وكاين الجزء الثالث اللي هو ميكروسكوبيك examination. هنا هذه الدراسة المجهرية نشوف فيها الكريات الحمراء، الكريات البيضاء، الكريات الحمراء، الكريات البيضاء، نشوف فيها ثانية الكريستال، نشوف فيها قداه حاجة مقدرش نشوفوها بالعين المجردة. هذا التحليل تاع البول في العالم كيفاه يديروه، بس حنا في الجزائر حنا التحليل تاعنا مختلف شوية. نقسمو على زوج أقسام هنا في الجزائر، كاين التحليل الكيميائي اللي هو شيمي ديزيرين، التحليل الكيميائي هذا نخدموه بلي بوندلات هذو كيما هذو الشرايط البلاستيكية هذو. يجيو كيما هكا، والتحليل الثاني اللي هو دي سي بي يو، هذا الدراسة الخلوية البكتيرية للبول. نشوفوا فيه الخلايا اللي كاينة في البول، نشوفوا فيه البكتيريا، نشوفوا فيه الكريستال. هذا يمثل كي شغل هذا اللي هنا ميكروسكوبيك اكزامينيشن في كيما خاوتنا في مصر ولا في ليبيا ولا يخدموا بالطريقه هذه، وحنا في الجزائر نخدموا بالتعييرات في زوج هذا. دونك نروحوا اليوم راح نشوفوا التحليل الاول اللي هو هذا شيمي ديزيرين، كيفاش نخدموا شيمي ديزيرين هذه. كما قلنا الشيمي ديزيرين هذه نخدموها بالشرايط البلاستيكيه هذو لي بوندلات هذو، كاين اللي فيها 10 كما هذه وكاين اللي فيها 5. باه نخدمو الشيمي هذه كاينه شروط لازم نديروها في التحليل هذا. اول شرط اللي هو الشروط هذو نقسموهم على زوج، كاين شروط خاصه بالتحليل في حد نفسه في حد ذاته، شروط خاصة
التحليل، وكاين ثاني شروط خاصة بالعينة. هاد الشروط لازم توفر في الشرائط هذو، والشروط الثانية لازم توفر في العينة. نبداو بالشروط اللي لازم توفر في التحليل اللي ولا الخطوات اللي لازم نراعيهم في العمل هذا. الشرط الأول اللي هو كمية البول في كل ديسك، هذا هو الديسك، هذا يسميه ديسك. الكمية هذه لازم تكون 12 ميكرو لتر، 12 ميكرو لتر. والكمية هذه مهمة بزاف، لازم المعايير العالمية كامل تقول 12 ميكرو لتر في كل ديسك. الشرط الثاني ولا المعيار الثاني اللي هو الوقت، الوقت كما تشوف هنايا كل تحليل عنده وقت معين. كما تشوف هنا هذه الكثافة النوعية 60 ثانية، بي اي 60 ثانية، ليكوسايت 120 ثانية، وكاين اللي فيهم 30 ثانية. المهم هذا لازم ما تفوتش الوقت هذا. كل ديسك عنده وقت معين للتفاعل، وكره الشرط الثالث ولا المعيار الثالث اللي هو تمييز الألوان. كون تشوف هنايا شوف هنا في البوندلات هذه كاين واحد الالوان راك تشوف فيهم هنا، وكل لون يمثل لنا درجه معينه للتفاعل. راك تشوف فيهم الالوان هذو، وكما نعرفوا العين البشريه تاع الانسان ما تقدرش تميز عدد معين من الالوان. صافي كل واحد كاين لون يختلفوا فيه، مثلا اللون هذا كل واحد يسميه زي، اللون هذا مثلا كل واحد يسميه زي، خاصة هنا في الجزائر الألوان عندنا بزاف حسب الدرجة. تانا كاين أكثر من 50 لون، كاين اللون العسلي، الوردي، القهوي، الطرطري، النيلي، السماوي، وشوف انت صافي تخيل تا واحد تكتب له في الشيمي تاعو، تكتب له جلوكوز وتكتب قدامه مثلا عسلي، أو كيف راه يفهمها الطبيب. هذه نقطة سلبية تاع الألوان هذه. والشرط الثالث اللي هو عدم التداخل بين التفاعلات، عدم تداخل بين التفاعلات. صافي هنايا لازم لي ديسك هذوك لازم ما يصراش تداخل بين التفاعلات بين الديسك هذا والديسك هذا، خاطر كون يتخلطوا لي كولير هادو من بعد يوليو يأثروا على النتيجة تاعهم. هذا بالنسبة للشروط الخاصة بالديسك هذا. كما قلنا كمية البول لازم تكون 12 ميكرو لتر، الوقت 60 ثانية لكل تحليل، وكاين اللي فيه 120، كاين اللي فيه 30. صافي كل ديسك عنده وقت معين للتفاعل. تمييز الالوان هنا كان اختلاف بزاف في الالوان هذو، العين البشريه ما تقدرش تحدد لنا الالوان هذو كامل، وعدم التداخل بين التفاعلات. وكرهوا الشروط الخاصه بالعينه تاعنا. الشرط الاول اللي هو من الاحسن العينه تكون تاع الصباح، العينه الصباحيه، لانها تكون مركزه وتمد نظرة دقيقة على مكونات البول. العينة تاع الصباح هذه. الشرط الثاني العينة تكون في منتصف عملية البول، العينة من منتصف
عملية البول. صافي المريض كي تقول له تعطيه تيب وتقول له جيب لي البول هذاك، لازم تفهمه كيف راح يجيبه. تقول له مثلا كي تبدا البول يبدا، ومن بعد ديجاجي شويه بول، ومن بعد يعمر الطيب هذا في النص تاع العمليه تاع البول، على خاطر باش نتفاداو التركيز تاع البكتيريا في اول العمليه. والشرط الثالث اللي هو الوقت. الوقت العينة هذه، دقيقة نعطيك واحدة، العينة هذه لازم نخدموها خلال 2 سوايع، خلال ساعتين من إحضار العينة، خاطر كاين مركبات في البول هذا مع الوقت تأثر عليها السخانة، وكاين اللي تزيد كاين اللي تنقص، كل واحدة كيفاه. وإذا حبيت كنت ماكش قاعد ولا حاجة تحب تخبيها، عندك 24 ساعة في يدك. وشي هو تخبيها في الفريجيدار العينة هذه. هذه هي الشيمياء تاعنا، كيفاش الشروط اللي لازم توفر فيها. وكنروحو الاحتياطات اللي لازم تتوفر في هاد البوندلات هذه، الديسكات هذو. دقيقة برك الاحتياطات. مرتبطة بالشريط. هذا الشريط هذا يتأثر بالرطوبة والحرارة العالية. أول حاجة الرطوبة ودرجات الحرارة العالية تأثر على كفاءة الشريط هذا. يعني هذه البندلات هذه لازم نخبيوها في مكان بارد وجاف، وما نخبيوهاش في الفريجيدار خاطر تولي دير لنا رطوبة. الشرط الثاني لأن اللي هو الفحص لازم يتم في درجة حرارة الغرفة، الفحص في حرارة الغرفة 25 درجة، على خاطر كاين إنزيمات تتأثر النشاط تاعها يعتمد على هذه الحرارة، خاصة إنزيم الاختبارات التي تعتمد على نشاط الإنزيمات. الإنزيمات هذو لازمهم درجة حرارة تاع الغرفة باش تقدر باش ما ينقصش النشاط نتاعهم. دوكا المعيار الثالث ولا الاحتياط الثالث اللي هو التأكد من تاريخ صلاحية الشريط هذا. التأكد من تاريخ صلاحية الشريط. قبل ما تبدا تخدم لازم ديما فيريفي هنا، فيريفي لادات نتاعنا، إذا الشريط تاعنا ميت ولا. العمل الثاني ولا الاحتياط الرابع اللي هو تجنب وضع الشرايط على العلبة مباشرة. تجنب وضع الشريط على العلبة باش نتفادى العدوى البكتيرية. في الشريط هذا بعد ما تغطسوا في البول ما تحطوش فوق الـ فوق الـ فوق الباطه هذه تاع البوندلات، ديما حاول تهزوا هكا لفوق ولا حطوا فوق ورقه ولا حاجه.
باش ما ينتقلوش البكتيريا، خاطر كون تحط شريط فيه فيه علوة فيه بكتيريا تحطه فوق هنا فوق الباطة هذه، ومن بعد البكتيريا هذيك تولي تقعد هنا، ومن بعد تجيب شريط واحد اخر تحطه قادر يتكونتاميناك الشريط هذا البوندلات هذه. دوكا نروحو نشوفو التحليل هذا كيفاه يكتبوه، كيفاه الكتيبة تاعو كيفاه يكتبوه الطب. قاد كان لي قا يكتب لك سي دي او هكا، دقيق نفيكسي الكاميرا هكا، وكان لي يكتبو شيمي دي جيري من بعد. وكاين اللي يكتب لك ديب ستيك، وكاين اللي يكتب لك لاب ستيك، كل واحد كيفاه يكتبو. هذا كل اسامي تاع الشيمي لي زيرين، والطريقة هذوك الطريقة كيفاه نخدموه. كاين طريقة علمية، أول حاجة اللي هي الطريقة العلمية، هذه الطريقة لازم نراعيو فيها المعايير في أربعة هذوك اللي هضرنا عليهم، تاع الوقت تاع الكمية تاع البول تاع التمييز تاع الألوان تاع عدم التداخل بين التفاعلات. والطريقة الثانية الطريقة العادية اللي معظمنا يخدم بها، تاع نجيبو الشيمي هذيك ونغطوها في البول ومن بعد نجبدوها. والطريقة الثالثة الطريقة الكارثية، هذه كارثة كبيرة دوك. من بعد نشوفو كيفاش كاين بعض الأطباء والبيولوجيين والإخباريين وفلان لا بزاف اللي يخدمو بهذه الطريقة، وهذه طريقة غلطة. دوكا اللي في الفيديو هذا تاع اليوم راح نشوفو الطريقة العلمية هذه كيفاش نخدموها. وقبل ما نشوفوا الطريقة لازم نحضر شوية على المكونات تاع الشريط هذا، من واش يتكون وكتاش يطلع وكتاش يهبط التفاعلات هذوك. نبدأ بالسكر، حاجة التيست الأول اللي هو تاع السكر. نشوفو هنايا ها هو الشريط الخامس، لازم 60 ثانية للتحليل. وهذو الألوان اللي كيكون التفاعل إيجابي يمدنا الألوان هذو، ودرجة اللون هذا تمشي وتزيد حسب التركيز. صافي التركيز تاع السكر تاعنا كيزيد يزيد التفاعل هنا. دوكا السكر هذا كاين قادر يزيد في حالة طبيعية وقادر يزيد في حالة مرضية. نشوفو الحالات الطبيعية اللي يزيد فيها، صافي هنايا إيجابية في بصح المريض تاعنا راهو طبيعي ما هو عنده حتى مرض. الحالة الأولى التحليل قادر يكون غير صحيح، كاين حوايج تتداخل مع التفاعلات، قادر تلقى مثلا السكر عنده بوزيتيف بصح ولاباس عليه، خاطر التحليل تاعنا هنا يكون ماهوش صحيح. كيما الفيتامين سي، فيتامين سي يمدلنا نتيجة كاذبة. نتيجة كاذبة للسكر هذا، الفيتامين سي هذا كيتفاعل مع المادة اللي مكونة للشريط هنا وتبان لنا كي شغل لو كاين سكر، هو السكر ما كانش. الحاجة الثانية اللي هي درجة تحمل الكلى للسكر، درجة تحمل الكلى للسكر كي يرتفع السكر تاعنا في الدم ما بين 1.8 حتى 1.9 غرام في الليتر، هنا يولي
يولي خاطر الانسولين هنا يولي ما يقدرش على السكر، الكميه الكبيره تاع السكر هذيك، يولي يبعث ميساج للكلى يقول لهم عاونونا خرجوا معنا السكر هذا، تولي الكلى ديجاجي السكر هذاك في البول. الحاله الثالثه اللي تمد لنا نتيجه كاذبه اللي هي المراه الحامل. هنا المراه الحامل يزيد معدل الترشيح تاع الكلى تاعها، وبالتالي قادر يخرج السكر هذا مع انها لاباس عليها ما عندهاش السكر. والحالة الرابعة المريض يأخذ محاليل سكر، تلقى ناس خرين في سبيطار في سبيطار تلقاه قاعد في سبيطار ويديروا له سيروم جليكوزي، ومن بعد الصباح تجي الفرملية ولا الفرملي ينحي له الدم وراه يعيط له، وهو ديجا الصباح هم داروا له جليكوزي. هنا قادر تلقى عنده السكر في البول وهو ماهوش مريض تاع سكر. هذه في الحالة الطبيعية. دروك في الحالة المرضية، هذا المريض إذا كان مريض تاع سكر، هنا محتم يكون السكر تاعو يكون عنده سكر في البول. إذا كان مريض سكري، ثاني حاجة ثاني مرض اللي هو الفشل الكلوي ولا أمراض خاصة بالكلى. خاطر السكر تاعنا كيما يكون شويت ولا محفظة بومان عليك ريجات كيما هاك. وهنايا الشرايين هذوك الأمعدة يجي الدم هنا السكر تاعنا يتفلتر يترشح، ومن بعد كيف في المنطقة هذه يعاود يدخل الدم السكر تاعنا هذاك عن طريق قنوات يسميوهم جلوكوز ترانسبور، تبان لي رقم 6 هنا ما شفتش عليها هذه، ما شفتش على الرقم تاع القنوات هذو. هذا بالنسبة للسكر. وكره للأجسام الكيتونية، هذا ليكور سيتونيك هذو نلقاوهم منين يجيو هادو، هاد لي كوسيتونيك هادو يجيو من الميتابوليزم تاع الدهون. كي يرتفع السكر تاعنا في الدم والخلايا ما تقدر والانسولين ما يقدرش يدخلوا للخلايا، والخلايا تحتاج السكر هذاك للطاقه، يولي ينقص المستوى تاع السكر عندها، وبالتالي في الحالة هذه تولي تلجأ للدهون تعاود ديغراديها باه تستخلص الطاقة. والديشي تاع الميتابوليزم هذاك هو ليكور سيتونيك هذاك اللي يسمى الكيتونية. هذا الكيتون هذا حتى هو عنده يرتفع في حالات طبيعية وفي حالات مرضية. نبدأ بالحالة المرضية، هنا الحالة هذه معناها أن المريض عنده سكر، وبالتالي عدم دخول السكر للخلايا مما يؤدي إلى هضم الدهون للحصول على الطاقة، وهذا الميتابوليزم يخرج لنا الكولسيتونيك. وكيف الحالة الطبيعية قادر هذا الحالة قادر الكيتون هذا يرتفع في حالات طبيعية كما الصيام الطويل أكثر من 18 ساعة. هنا الناس هذو اللي يصوموا بزاف تلقاه السكر تاعو يطيح، يولي الجسم باش يستخلص الطاقة يولي يروح يديغرادي لنا الدهون، والديشيات هذوك تاع الميتابوليزم اللي هما ليكوزي سيتونيك هذوك.
وتلقى له عنده واحد الريحة في فمه، ريحة كشغل ريحة الخل ولا ريحة التفاح. الحالة الثانية جماعة الريجيم، كاين جماعة يديروا الريجيم النظام الغذائي يسميوهم كيتونيك دايت. هاد الناس يمدوا لهم اكل معين بحيث الجسم تاعهم يكسر الدهون فقط، مما يؤدي الى وجود الكيتون. مادام قاعد يكسر في الدهون فلازم يكون الكيتون هذا. كاين فئة ثالثة اللي هم الناس اللي عندهم الوزن تاعهم يكون عالي، الوزن العالي ينزل الكيتون. والشخص الرابع اللي قادر يكون عنده كيتون في البول تاعو هو ماهوش مريض، واحد يتقيا بزاف. هاد لي الناس اللي تقياو بزاف صافي السكر تاعهم ماهوش السكر اللي يستهلكوه، ما يمتصش من طرف المعدة تاعهم، ويولي الجسم تاعهم يلجأ للدهون باش يستخلص الطاقة، والميتابوليزم تاع الدهون هذا يمدلنا الكيتون. وكنروحو للحاجة الثالثة، المركب الثالث اللي هو الألبيومين ولا البروتين. البروتين ما لقاوش في البول في الحالة الطبيعية، على خاطر مادة مهمة بزاف للجسم، وبالتالي ما يخرجهاش ما تخرجش في البول يا اخي. كما قلنا قبل هنايا كون شتو النيفرونات هذوك تاع الكلى، اقل وزن الثقوب هذوك اللي كاينين في الشعيرات هنا، اقل وزن جزيئي اللي يفوتوه اللي هو 69,000 دالتون. وحتى اذا فاتو كاين جدار هنا، الشحنة تاعو سالبة، والبروتينات هذوك الشحنة تاعهم حتى هما سالبة، وبالتالي يحدث تنافر. بصح كي يكون في الحالة المرضية وقت نلقاو البروتين هذا في البول، نلقاو في حالات مرة في كي نلقاوه بزاف صافي المريض هذا وكاين عنده خلل في الجدار هذا تاعو، وبالتالي البروتين يهبطو يتفلتر، ومن بعد ما يعادوش يمتص، ما يعادوش يرجعوا للدم، خاطر الوزن الجزيئي تاعهم كبير. هذه في الحالة المرضية وقت نلقاوه، وقادر نلقاوه في حالات طبيعية مثلا كيما واحد يبذل مجهود كبير. استنى نكتب دقيقة هنا، حالة مرضية اللي هي أمراض الكلى. الحالة الطبيعية قادر نلقاه في واحد يبذل مجهود كبير، واحد بذل مجهود كيما الجماعة لي يديرو الكيوتيريزم هذوك جماعة الحديد وهذوك، قادر بعد لما يدير مثلا ولا واحد دار ماتش بزاف كون يروح يدير ثم بعد يدير التحليل تاعو قادر يلقى فيه بروتين، ولا واحد دوش بما بارد استحمام بماء بارد، ولا راح يعوم في 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 في, في الماء البارد هنا يولي يخرج البروتين في البول تاعو. ثانيا قادر نلقاو عند المرأة الحامل، على خاطر معدل الترشيح تاع الكلى تاعها يزيد. وكاين الناس هذوك اللي يقلقوا بزاف اللي عندهم الضغط العالي هذا، وحتى هما يديجاجيو البروتين في البول. هذا بالنسبة للبروتين، وخلاني غير نزودو بالألبيومين. وكنروحو للمركب الرابع اللي هو المركب الرابع اللي نلقاوه في الشريط هذا اللي هو الكثافة النوعية. نلقاه في بي اس جي،
الكثافة النوعية هذه اللي هي كمية الأملاح المذابة في البول، وكل ما كان الرقم تاعها قليل معناها العينة هذه راهي مخففة. مثلا كيف تعرفها، مثلا كون نجيبو كاس تاع قهوة نحطو فيه 3 مغارف تاع سكر، ونجيبو كاس واحد آخر نحطو فيه مغارف واحدة، صافي الكاس الأول هذاك الكثافة النوعية تاعو راهي أكثر من الكاس الثاني. المركب الثالث اللي هو المركب الخامس اللي هو الدم، هذه الكثافة النوعية. وكذا هو المركب الخامس اللي هو الدم. في الحالة الطبيعية ما لقاوش الدم هذا، ما لقاوش في البول، وقد نلقاوه مثلا في أمراض الكلى يولي يهبط الأخ الكلية، قادر الآخرين عندهم التهابات في الحالب ولا في المثانة يولي يخرجوا الكليات الحمراء هذوك ويتحلوا، وبالتالي يسيليبريو لنا الهيموغلوبين، والهيموغلوبين يتفاعل على مع الديسك هذاك الخاص به ويمد لنا الكولاب. وإذا لقيناه بوزيتيف في التحليل هذا، كل مربع فيه عدد معين من الكريات الحمراء بالميكرويات اللي في هاك تشوف فيها هنا. مثلا هذه هاو العدد من 5 حتى كي تلقاها بوزيتيف الأولى، هذه بليس أن، هذه راهي من 5 حتى 10 كورية في الميكروليتر. هذه الكاترية أكثر من 250 كورية حمراء في الميكروليتر. وكاين تفاعل فيتامين سي، تفاعل مع فيتامين سي ثاني قادر يمدلنا سلبية التفاعل. ها الناس اللي عندهم فيتامين سي في البول تاعهم قادر يكون عندهم دم، بس ما يمدلنا نتيجة سلبية. المركب السادس اللي هو الكوسايت، هنايا الكريات البيضاء تاعنا، الكريات البيضاء هذو كي يكون تصرا مثلا، يكون جات عندنا كي تكون عندنا مثلا إصابة مثلا كاين التهاب ولا حاجة، الكريات هذوك في الحرب تاعها مع الالتهاب هذاك تولي قادر تموت، وكي تموت تليبري لنا واحد الإنزيم يسميوها لوكوسايت استيراز. الإنزيم هذاك يتفاعل مع المادة هذه اللي هنايا في الشريط ويمد لنا لون بنفسجي. قد تكون نتيجة إيجابية للتفاعل هذا ناتجة عن التهابات عند النساء، مثلا عندهم التهابات في المجال البولي تاعهم، يمد لنا نتيجة إيجابية للتفاعل هذاك. وقال هنا المركب الخامس اللي هو النيتريت، عفوا هذا قلنا 3 و6، هذا السابع. النيتريت هذه جات ناتجة من النيترات. كي تكون عندنا بكتيريا في البول تاعنا، البكتيريا هذه تولي تحول لنا النيترات، تحولوا للنيتريت. كي نلقاو النيتريت هذه معناها بلي راهي كاينه بكتيريا. في الحالة الطبيعية للبول لا يوجد نيتريت، لكن يوجد نيترات. إذا كان هناك بكتيريا تحول النيترات إلى نيتريت، صافي هنا راهي كاين حالة إيجابية للتفاعل تاعنا. إيجابية التفاعل هذه معناها كاين 100,000 بكتيريا في 1 مليلتر من البول. والسلبية تاع التفاعل هذا ما تعنيش أنه ما كانش بكتيريا، على خاطر كاين قادر يكون النيترات هذاك بعد قليل في الأكل تاعنا، يولي ما يتطرحش في البول وبالتالي ما يتحولش. مام اذا كانت البكتيريا كاينه بزاف صافي ما تلقاش المركب اللي راح تحوله للنيتريت اللي هو النيترات، يولي يبدل لنا نتيجه سلبيه. فيتامين سي ثاني يمد لنا نتيجه سلبيه للتفاعل هذا. وكنروحوا للمركب هذا السابع، المركب الاخر اللي هو البيليريبين.
بيليريبين هذا ينتج عن طريق تكسير الهيموغلوبين اللي خي كيما قلنا الهيموغلوبين كي يتكسر يمد لنا الهيم والجلوبين جلوبين او بروتين يتحول لاحماض امينيه والهيم هذا كي يتحول الى بيليروبين وما كان ما يكونش في الحاله الطبيعيه في البول بيليروبين هذا ايجابيه التفاعل قد تدل على وجود اصابه مرضيه في خلايا الكبد او تشمع الكبد صافي كي يكون عندنا التفاعل هذا بوزيتيف معناها الكبد كان فيه مشكل وقادر ثاني تكون عندنا انسداد في المساك الصفراويه خاطر البيليروبين هذا يفرز في المساك الصفراويه مثلا كان فيها ورم ولا حصوة وبالتالي يرتفع البيليروبين هذا في البول وكاره البي اش البي اش هذا القيمة الطبيعية تاعو من 5 حتى 9 في البول البول تاب البول تاع الانسان البي اش تاعو يكون حامضي هذا خاطر الجسم تاعنا ينتج غير الاحماض الجسم تاع الانسان ينتج غير الاحماض والدم تاعو قاعدي وبالتالي هنا من الاحماض هذوك ينتج من الجسم باه ما يبقاوش في الدم ويهبطونا البي اش يولي الجسم يديجاجيهم في البول وبالتالي البول هذاك يكون حامضي البي اش هذا يراقبوا به مثال اللي يديروا ريجيم مثلا الطبيب يعطيها ريجيم معين ومثلا يقول لها اعتمد النظام النباتي وهي مثلا تحاول تخل بالنظام هذاك وتتبع النظام الحيواني مثلا اللحوم والبروتينات وهنا يولي البي اش تاعها يطيح البي اش تاع البول تاعها يطيح وبالتالي كنت دير شيمي ديزيرين يولي الطبيب يفيق لها يشوف بلي يفيق باللي ما يجي قاعد يتبع في الريجيم تاعها هذو هما المركبات الكيميائيه اللي يلقاهم في الشريط هذاك في البوندلات